خادلنا كرام في كل مكان، ولسه معاكم مساء الحنان مع حنان. النهارده يا ترى حلقتنا هتبقى عن ايه؟ حلقتنا النهارده حلقه خطيره جدا. هنتكلم عن البنات، وهنتكلم عن مشكلة كبيرة قوي لاحظناها في السنوات القريبة، مشكلة ان اغتصاب البنات الداخلي. ازاي؟ داخل الأسرة. يعني الموضوع ما بقاش بره بس ان انت تخافي على بنتك وتنزليها درس او تنزليها المدرسة او تروح عند قرايبها او اصدقائها، الموضوع بقى اكبر من كده. طب ايه رأيكم لو نعرف ايه اللي وصل المجتمع لكده، ايه اللي وصل الاسر لكده، وهندي نصايح نقدر بيها نوعي البنت، نقدر بيها نوعي الام. خليكم معانا وتابعوا حلقتنا النهاردة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج نساء الحنان مع حنان. وزي ما قلت لكم احنا هنطرح الحلقة دي موضوع كبير جدا وقضية ما بتهمش كل بنت بس، لا دي كمان بتهم كل أسرة وبتهم كل مجتمع.
وهنبدأ حديثنا عن البنات. وطبعا احنا قلنا دايما كل أسرة بتخاف على البنت، لكن احنا في الآونة الأخيرة سمعنا عن حالات الاغتصاب للبنت بشتى الطرق، ومنها للأسف الشديد الاغتصاب الأسري. فمعانا أستاذة طبعا ما شاء الله كاتبة وشاعرة، كان لينا معاها لقاءات من قبل في العديد من المشاكل والقضايا الاجتماعية، فهنبدأ معاها الحديث عن حالات اغتصاب البنت داخل الأسرة. للأسف الشديد جالنا مشاكل كتير قوي، أب اغتصب بنته، ودي كارثة طبعا، كارثة فظيعة مجتمعية مش داخل مصر بس، دي في شتى دول العالم بدون ذكر أسماء. سمعنا طبعا عن دول كتير حصل فيها كده. كمان العم انه بيغتصب بنت اخوه، الخال للاسف الشديد، الاخ داخل المنزل نفسه، الام بتسيب بنتها امانه ودي اخته، للاسف بيحصل كده، وبالتحري بيثبت ان اخوها او ابوها او عمها او خالها. طبعا عايزين نسمع راي طبعا الام المثاليه والكاتبه ايمان زبني عن موضوع حلقتنا النهارده. ازيك يا استاذه ايمان؟ ازيك يا حنان؟ طبعا حضرتك عاصرتي الفترة اللي فاتت حالات الاغتصاب اللي بتحصل، والنهاردة احنا بنحدد او بنركز على حالات الاغتصاب داخل الاسرة، مش هنقول ان بتاع توك توك اخدها وخطفها، ولا مجموعة من البلطجية، ولا مجموعة من المدمنين، لا، كارثتنا النهاردة في الحلقة كارثة اكبر، وهي اغتصاب يعني ذو الرحم، يعني الاب اكتر صلة رحم ليها، العم، الخال، الاخ. فانتي هتقولي لنا ايه في القصه دي والموضوع ده من خلال الفيديوهات اللي انت سمعتيها، من خلال اللي قراتيه عن حالات الاغتصاب على مدار السنوات القريبه الماضيه؟ اولا انا بحييكي على برنامجك جميل، ودايما يا حنان تملي بلاقيكي مهتمه جدا بقضايا المجتمع. انا بعتبر الاعلامي الناجح اللي بيهتم بقضايا المجتمع، مش مجرد انه بيرصد احداث وبيعرضها على برنامجه بس، لا لا طبعا، لازم ضروري ان احنا نوصل رسالة للمجتمع، ضروري ان احنا مرآة للمجتمع، بيعكس صورة المجتمع، ولازم نوصل نصايح من ناس زي حضرتك وناس متخصصين ان شاء الله في علم النفس، في الدين، من الناحية الدينية ما ناخدش المعلومة من مصادر غير موثوق منها. بالظبط كده، بالظبط. وبعدين الحمد لله دلوقتي السوشيال ميديا مش مخليه، يعني يجب الاعلام او رساله الاعلام مش مجرد انها بترصد الاحداث وبس، لا، احنا بنرصد الاحداث وبنقدم مقترحات وبنقدم دكاتره نفسيين وبنقدم حلول، وبنقدم حلول دينيه وحلول قانونيه، ان هو دي رساله الاعلام الحقيقي اللي هو مفروض ان هو مرآه للمجتمع. طب حضرتك يا فندم، احنا بنقول انت كأم وربيتي اولاد بنين وبنت وكده، يعني يمكن زمان طبعا يختلف عن دلوقتي اخلاقيات زمان، ما كانش فيه نت، ما كانش فيه وسائل السوشيال ميديا اللي للاسف تم استغلالها بطريقه خاطئه. انت بتقولي ايه في موضوع حلقتنا النهارده للاهالي عشان يحافظوا على بناتهم؟ أنا طبعاً بداية عايزة أقول إن موضوعك ده اسمه موضوع زنا المحارم. زنا المحارم ده موجود من زمان جداً، بس يمكن وسائل الإعلام دلوقتي بقت أسرع وبقت يعني في حاجة أفضل وأحسن، يعني المفروض إن إحنا كان زمان ده بيحصل بس الناس كانت بتخاف. وسائل بالجريمه البشعه اللي هو عملها في جزء من دمه او قطعه منه، بيقول اصل انا كنت بتعاطى مخدرات، اصل انا مش حاسس بنفسي، انا مريض نفسي. فانت ازاي نقدر نكشف عن كل ده؟ لا طبعا هو كده بيبرر بس موقفه مش اكتر، لكن هو طبعا الشيطان اللي بيهيئ له المنظر، لانه هو بعيد عن دينه، بعيد عن ربه. يعني احنا ازاي بنعرف ان ده حرام وحلال؟ ما هو لازم نبقى قريبين من ديننا ومن ربنا ومن نبينا ونبقى قدوه.
فهماني؟ انا بصراحة عايزة اوجه رسالة عن طريق برنامجك بايه؟ بتجديد الخطاب الديني زي ما الرئيس بيقول، زائد ان الخطاب الديني لازم يناقش المواضيع دي. يعني حضرتك يا فندم قصدك يعني كل يوم جمعة خطبة الجمعة تبقى عن قضية معينة مجتمعية فيها رسالة، فيها حكم الدين في الحالات البشعة اللي اغتصاب اب لبنته، اخ لاخته، دي كارثة طبعا. خطبة الجمعة دي عبارة عن ايه؟ مفروض ان هي بتوجه المصلي او المصلين الى معرفة السنن ومعرفة ديننا ومعرفة عقيدتنا ومعرفة، فهماني؟ فليه احنا ما نناقشش فعلا زي ما انت بتقولي كده في كل خطبة جمعة او في كل برنامج بيتعمل لتجديد الخطاب الديني، يدخل مشكلة من مشكلات المجتمع، ومن اهمها زنا المحارم. وفي طبعا تعاطي المخدرات والحاجات دي، في مشاكل كتيرة داخل المجتمع محتاجة توجيه، ومش توجيه من الاعلام بس، توجيه من علمائنا الافاضل، من شيوخنا، من كل جهات المجتمع، فاهماني؟ البرامج كتيرة قوي قوي قوي، برامج السوشيال ميديا مليانة، وبرامج التلفزيون والفضائيات مليانة. بدل ما بنقعد نعمل برنامج يضحكنا وبرنامج يظهر لنا فيه مجرد أسئلة تافهة، لا، ليه ما نعملش البرامج دي؟ يعني أنا بصراحة أنا يعني سعيدة جدا 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 لما بتشركيني في مشكلة تخص المجتمع. طبعا احنا بنحب جدا نشرك الكاتبة والأم الجميلة المثالية إيمان زهني في كل قضايانا، لأن فعلا بنستفيد من رسائلها، بنستفيد من توجيهاتها. طب يا فندم، انت شايفة ان دور الدراما ليها دور، الدراما السيئة السلبية ليها دور في حالات الاغتصاب اللي بتحصل؟ طبيعي الدراما التلفزيونية ليها دور كبير، بس يعني الأيام دي شوية ابتدت الدراما تبص للمواقف دي، بس ده ما يمنعش إن في دراما هابطة جدا جدا، وتعتبر من ضمن الوسائل اللي بتشجع الشباب وبتشجع الناس على هذه الأفعال السيئة اللي ربنا بينهينها عنها. بس هو دايما يجيبوا زوج الام، يعني دايما يقولوا ايه ان زوج الام خطر على البنت، ودايما بنشوف كل الدراما بتاعتنا الدراما التلفزيونيه او السينما دايما بنلاقي ان جوز الام هو اللي بيبقى عايز يتعدى على بنت مراته وعايز يغتصبها. لما نلاقي بقى يا استاذه امان الاب، وانت سمعتي قصه بنفسك وقصص شتى زيها، او او الاخ للاسف، او العم، او الخال، انت بتنصحي الام بايه في الحاله دي؟ يعني الام بتاخد بالها من البنت بره، طب جوه البيت هتعمل ايه؟ يعني لازم يكون في وعي بقى، وعي للام. يعني ما يثقش في اي مخلوق في الدنيا، حتى في ابو البنت، لان ده احنا شفناه كتير على فكره. انا عن نفسي يعني شفت ده بعيني في الايام القريبه في المستشفى، من ضمن المستشفيات، نفس القصه. اب اعتدى على بنته، ولما كانت حامل حصل مشاده بينه وبين اخوها، فراح فتح بطن البنت وتعرضت للوفاه طبعا، وحاجه زي اكيد طبعا. الشابه او بطن على الشابه بيهيئ لهم الشيطان مواقف مش مظبوطه، بالذات لما يبقوا بعيد عن ربنا، خصوصا لما يبقوا بعيد عن ربنا مش عارفين دينهم كويس. اصل سن 10 12 سنه ده 14 سنه، مهما كان قريب من دينه برضه لسه تفكيره واستيعابه وافقه مش كبير، محدود. فممكن الشيطان هنا يتحكم لما يديله شعور معين، فبيضطر ان هو يفضي رغبته دي باي طريقه ما بقى، فاهماني؟ ما بيبصش دي اخته، ما بيبص ساعتها الشيطان بيهيئ له ده. انا كتبت قصه على فكره على كده عن اخت واخ، وامهم وابوهم ملهيين عنهم في ان هم مسافرين خارج البلاد علشان خاطر يحصلوا من مستواهم الاجتماعي، وسايبين البنت والام للجد والجده والجده والجده، ناس كبار جدا، وسايبينهم ليهم. فحصل حاجه زي كده، وده برضو زنا محارم، واتكلمت عنها باستفاضه يعني. فانا طبعا بوجه رساله للام
ان احنا تسيبش بنتها ابدا الى ان يجيلها ابن الحلال اللي يسترها ويتجوزها. ودي رساله الام، زي ما بنقول ان الام مفروض هي المربي في البيت، فدي من مسؤولياتها كتربيه. الام مش مجرد انها تعمل اكل وتاكل ولادها وتشربهم وتنضف لهم بيتهم والكلام ده، هي مش دورها بس، ليها ادوار اكتر. بالظبط كده، دورها التوجيه، دورها انها تحافظ على بنتها وعلى ابنها والله. لان ما بيحصل اغتصاب للصبيان برضه لما بيبقوا صغيرين في المدارس وكده. لو انا موجه ابني كويس هيحافظ على نفسه من هذه الكارثه. انا وكمان احنا سمعنا في فتره من الفترات اغتصاب للاسف شديد بعض المدرسين الشواذ فبرضه انا بوجه الرساله للمدارس، للمسؤولين المدارس والمدرسين، وان لما يبقى في مجاميع موجوده في المدارس لازم يبقى في حرس، لازم دروس، ما هي المجاميع اللي موجوده في المدارس لازم يبقى في حرس، لازم يكون حارس المبنى او حارس المدرسه يلف في الفصول، يقفل الفصول ويشوف الفصول فيها ايه، الفصل اللي فيه مثلا موجود فيه درس او موجود فيه مجموعه لازم يبقى حارس جدا لغايه ما يطلعوا لغايه بره الشارع ويقفل الفصل. فده برضو دي رساله للمديرين المدارس والمدرسين. فكل مؤسسات الدوله مفروض انها تعمل لخدمه المواطن. طبعا. فخدمه المواطن دي مقسمه، مش خدمه واحده، يعني هي خدمه مختلفه في الاعمار المختلفه. البنات دول ولادنا وولاد ولادنا وكده، فيعني مواطن من ولاد مصر، ولاد كل بلد. فالوعي مطلوب، الوعي عن طريق المدرسه، الوعي عن طريق السوشيال ميديا، الوعي عن طريق الفضائيات، عن طريق القنوات التلفزيونيه، زيادة توجيه الخطاب الديني ومشاركته في قضايا المجتمع، كل ده احنا بنطالب. يعني احنا مجرد فئة من ضمن فئات المجتمع اللي بتحاول يعني توجه رسالتها عن نطاق ضيق مش نطاق واسع. يعني مش كل الناس بتشوفنا، مش كل الناس بتسمعنا، يعني فئة صغيرة هي اللي بتسمعنا. فاحنا عايزين نوسع النطاق ده عن طريق السوشيال ميديا، وعن طريق البرامج اللي زي اللي حضرتك بتعمليها، وعن طريق البرامج الفضائيه والقنوات الفضائيه. شكرا يا فندم. وفي نهايه لقائنا طبعا بنشكر الكاتبه والاديبه والام المثاليه ومهتمه بقضايا مصر وقضايا المجتمع طبعاً. الكاتبه والاديبه ايمان زوني، لك تحيات بيت المبدعين. اشكرك يا حنان، وربنا يوفقكم. وانا سعيده جدا 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 بالبرامج اللي انتوا بتعمليها، انت واستاذ ايمن المخرج الجميل المبدع. البرامج دي بصراحه يعني يمكن بتتشاف اكتر من برامج التلفزيون، وده جميل لان كل الناس بتقعد على السوشيال ميديا، كل الناس بتتصفح على السوشيال ميديا حتى لو ما لهاش نشاط فبيتصفحوا. فجميل قوي البرامج اللي انتوا بتعملوها دي. كاتبة ايمان زوني، لك تحيات بيت المبدعين. اشكرك يا حنان، وربنا يوفقك. كاتبة ايمان زوني، لك تحيات بيت المبدعين. اشكرك يا حنان، وربنا يوفقك.